المعاناة اللي بيعاني منها المصريين. حضرتك لو هتعبر عنها في فيلم سينما او في مسلسل تلفزيوني تعبر عن اي جزء من هذه المعاناة؟ المعاناة دي الانسان هو اللي بيخلقها في عقله، لان مثلا ما بيرضاش بحاجة. يعني مثلا تبص تلاقي كل واحد يفكر مثلا في ايه، معاه عربية فخمة يقول لك يا سلام لو العربية دي تبقى طيارة، واحد تاني عنده عربية مثلا اقل شوية يقول لك يا سلام لو العربية دي تبقى العربية دي الحلوة دي، واحد راكب موتوسيكل ماشي لا العربية المهكعة قال يا ريتنا تلم في العربية اللي هي بدل موتوسيكل والهوان، واحد راكب عجلة شاف الموتوسيكل قال يا ريت العجلة بتاعتي دي تبقى الموتوسيكل اللي بيجري، واحد ماشي على رجله قال لك يا ريت يبقى عندي عجلة زي دي، واخد بالك؟ واحد بقى مشلول برجله قال لك يا ريت نمشي على رجلي، ايه ده؟ كل بقى بيبص لبعضه ده الشيطان بقى لازم يتقال الحمد لله، لأن الإنسان دائما وأبدا لو فكر في لازم يفكر في انه يعمر الكون وخلاص. انا بديك نصايح. انا والله يعني مندهش للفلسفه اللي حضرتك بتتبناها، الله يخليك، النظر اللي حضرتك بتتكلم بيها، الله يكرمك، وسعيد جدا بلقاء سيادتك، ربنا يخليك، وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك. هنشوف لسيادتك حاجه في رمضان السنه دي؟ والله انا بعمل فيلم مع ياسمين عبد العزيز اسمه الابله طمطم. الابله ايه؟ طمطم. الابله طمطم؟ ياسمين عبد العزيز طلع طمطم؟ اخراج الاستاذ علي ادريس. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. الفيلم ده مش عارف بعد العيد الكبير؟ لا ما اعرفش، يمكن في العيد الصغير، العيد الكبير الله اعلم. يا مصطفى مصور فيه يعني. كل التوفيق باذن الله. ربنا يخليك، متشكرين لذوقك يا باشا.